السلام عليكم طلاب، المحاضرة الرابعة راح ناخذ مفاهيم رياضية نستفاد منها بالمسائل اللي راح تجي بالأيام الجاية إن شاء الله. عندنا في شيء اسمه الموديولر. الموديولر هو باقي القسمة. يعني شنو؟ يعني اللي يبقى من القسمة أنا أسميه موديولر. مثلا 9 مود 8، شنو معناها؟ معناها 9 تقسيم 8، اللي يبقى جد ليس حاصل قسمة وإنما الباقي يسمى موديولر. زين طلاب، فشو الجواب؟ 9 مود 8 هي 1. اخذ باقي القسمة وليس تقسيم، هذا باقي القسمة. زين، اقصد ملاحظات لازم تاخذوها بنظر الاعتبار. الملاحظة الاولى، عند استخراج باقي القسمة بالحاسبات الالكترونية الكيكوليتر، شنو هي الطريقة؟ اولا اقسم العددين بصورة طبيعية، ثانيا اطرح الناتج من العدد الصحيح، يعني طلع 6.555 هذا الناتج مال القسمة مالتهم، اطرحه من الستة من العدد الصحيح على مود اجرده من اي عدد صحيح، بعدين اضرب في يعني الناتج اللي يطلع اضربه في مود السؤال اللي هو هذا الرقم اللي بعد المود. الرقم اللي بعد المود هو 8، يطلع ناتج المود. هاي طريقة بالحاسبات الكيكوليتر. زين طلاب، اقسم العددين بصورة طبيعية، اللي يطلع اطرحه من العدد الصحيح الموجود منه، وبعدين اضرب في مود السؤال. وين مود السؤال مالتي؟ مثلا ال 66 مود 5، اضرب بيش؟ اضرب بخمسة، اضرب اللي عدد اللي بعد المود. اول شيء اقسم 66 مثلا تقسيم 5، يطلع فد شيء اطرحه من العدد الصحيح، والناتج اللي يطلع اضربه في المود مال السؤال مالتي اللي هو 5 مثلا. زين طلاب، فبالحاسبات الالكترونية او الكيكوليتر يطلع بهاي الطريقة المود. فبالامتحان قبل تدقوا بالحاسبة وتعرفون المود بين عددين، لان خو ما تقعدون تقسمون قسمة طويلة، لا، فطلتكم طريقة بالحاسبات الالكترونية. زين، عندي ملاحظة ثانية، -2، إذا عندي مود لعدد كبير، العفو صغير، مود كبير، يعني شنو؟ مثلاً 4 مود 6، لو الطالب ما انتبه إلى هاي الملاحظة يروح يقسم بصورة طبيعية، 4 تقسيم 6 ما يصير 0، 0 في 6 0، إيش قد المود؟ 4. فراح أعطيكم ملاحظة، لو كان العدد قبل المود أصغر من بعد المود فنفسه ينزل العدد الصغير. هاي الملاحظة الثانية. زين طلاب، الملاحظة الأولى وضحت لكم شلون تطلعون العدد بالحاسبات الكيكوليتر، المود إذا كان لعدد صغير قسمة تفيدكم، بس إذا كان عدد كبير القسمة بالامتحان ما تفيدكم طريقة القسمة الطويلة، وإنما هاي الطريقة اللي هي قسم العددين بصورة طبيعية، 66 تقسيم 5 يطلع فد شيء، تطرح الناتج من العدد الصحيح اللي يطلع هنا بالحاسبة، يطلع عدد مجرد من العدد الصحيح تضربه في مود السؤال يطلع عندك المود الجواب. زين، الملاحظة الثانية شو تقول؟ إذا كان العدد قبل المود أصغر من بعد المود
فالعدد الصغير ينزل نفسه. هاي الملاحظتين تنتبهون عليها. زين، اذا كان عندي المود لعدد سالب، المود لعدد سالب شلون اتصرف وياه؟ طبعا هذا الموضوع طلاب جدا مهم، لان بكل نظريه مال التشفير راح تشوفون هاي المبادئ نستخدمها، فدير بالكم على موضوع المود جدا مهم. زين، هسه المود لعدد سالب، مثلا عندي مثال، مود يرى لأعداد سالبة، مثلا سالب 3 مود 13، أنا هذا السالب أريد أتخلص من عنده، يعني أنا ما عندي عدد مود سالب، أريد أتخلص من عنده، شنو هي الطريقة؟ الطريقة أجمع العدد بعد المود مع العدد قبل المود. ليش؟ على مود اتخلص من الاشاره السالبه، فش اجي اقول لك 13 موجبه ناقص 3 يساوي 10، ارجع اخذ ال10 من المود مال 13 لان اني هنا صرفت، ف10 ترجع مود هذا العدد 13، ايش قد يصير؟ ترجع الملاحظه اللي هي مال الصغير ويا الكبير، 10 مود 13 ما طول ال10 اصغر من 13 اذا تنزل نفسها. يجد الجواب 10. هاي الطريقة ثابتة لكل عدد سالب. يجيكم عدد سالب تسووه بهاي الطريقة، تجمعون الكبير مع الصغير للتخلص من الإشارة السالبة. تخلصت من الإشارة السالبة خلص 10 تاخذها، والمود الأصلي انتبهوا المود الأصلي أخذته 10 مود 13، رجعت الملاحظة رقم 2 زين اللي هي 10 مود 13 10 تنزل نفسها. زين، اذا المود لعدد سالب هذا يكون اكبر من هذا، شو راح اتصرف وياه؟ المود لعدد سالب كبير شنو معناها؟ عندي مثال سالب 63 مود 26. زين، هنا عندي هذا العدد السالب اكبر من هذا، فما يفيدني هاي الطريقة للتخلص من الإشارة السالبة. الطريقة شلون تكون؟ كالتالي، تجي تقسم 26 تقسيم 63 بصورة طبيعية، يعني تطلع لهم المود كأنه بغض النظر عن السالب، كأنه أنت ما شايف السالب، هذا السالب ما شايفه. تقسم 63 تقسيم 26 بصورة طبيعية، طلع المود بصورة طبيعية، ايش قد يطلع المود مالتهم؟ يطلع سالب 11. طبعا السالب ما تنزل، تنزلها، والجواب مال 63 مود 26 هو ايش قد؟ هو 11. زين؟ السالب ما تنساها، لأن السالب موجودة بالسؤال. أنا صحيح غضيت البصر عنها بالبداية، لأنه بالبداية أريد أعالج هذا العدد، صار صغير العدد، صار سالب 11 مود 26، رجعت الملاحظة هاي اللي هي عدد أصغر قبل المود يكون أصغر من بعد المود. شنو هي الطريقة؟ نفس الشيء، الطريقة تنعاد، نفس الشيء الطريقة هنا تتكرر. زين، اجمع العدد بعد المود مع العدد قبل المود، شو اسوي؟ اجمع 26 موجبه ناقص 11، هنا طلعنا المود، نعم 26 15 موجبه، اذا تخلصت من السالب، اذا اكمل الحل، ايش عندي؟ بقت 15 مود السؤال، شوف المود في كل السؤال هو ثابت 26 ما تغير. الرقم اللي بعد المود ما يتغير نهائيا، يظل ثابت على طول السؤال، مود 26 اللي هو مود السؤال مالتي. زين، 15 مود 26، ترجع الملاحظة يا رقم، رقم 2 اللي هي العدد قبل المود إذا كان صغير ينزل نفسه. واضح طلاب؟ رح أعيد إعادة سريعة.
اعيد لكم اعاده سريعه. الموديولر هو باقي القسمه، من اجي اقسم قسمه طويله اخذ هذا العدد اللي هو باقي القسمه. دائما يخطئون ياخذون القسمه، حاصل القسمه، وهذا شيء خطر. اخذ باقي القسمه، فتسعة مود 8 واحد باقي القسمه. عندي ملاحظات عن الموديولر. الملاحظه الاولى بالحاسبات الالكترونيه هاي الخطوات تطلعون منها المود. الملاحظه الثانيه اذا كان العدد صغير مود كبير ينزل العدد الصغير نفسه. المود لعدد سالب، عندي عدد سالب شلون اتخلص من عنده؟ اجمع ويا الموجب للتخلص منه في حاله اذا كان هذا العدد اصغر من بعد المود. انتبهوا، يعني هنا نكون اكبر، فانتبهوا فرقوا بين الملاحظتين. زين، الطريقه اجمع العدد بعد المود مع العدد قبل المود، اجمعهم والتخلص، تخلصت من السالب ارجع على المود الاصلي اقول 10 مود 13 ينزل ال 10 نفسها. ترجع الملاحظه رقم 2 اللي قلت لكم اياها اللي هو العدد الصغير مود كبير ينزل الصغير نفسه. وحتى لو اذا طالب شك روح قسم 10 تقسيم 13 ما يصير. ايش قد يبقى؟ 10. زين؟ المود اذا كان عدد سالب كبير شلون اتخلص منه؟ طريقه الجمع ما تفيدني، ليش؟ لان السالب هو الكبير، فاذا جمع السالب 63 و126 راح يبقى السالب عندي. اذا يا طريقه اغض النظر عن السالب واقسم طبيعي 63 تقسيم 26 يطلع 11 والسالب ينزل، المود ينزل، سالب 11 مود 26 رجعت لي هاي الطريقه اللي هي قبل المود اصغر من بعد المود. اجمعهم على مود اتخلص من السالب، تخلصت من السالب صار العدد موجب، خلاص انزل المود الاصلي مالتي 15 مود 26. الملاحظه الثانيه اللي هي العدد اصغر من المود ينزل 15. هاي الملاحظات المهمه عن المود. لا هذا المود جدا مهم، تستخدمه كل المسائل، كل شيء احنا نقرأ بالمسائل هو يدخل ويا موضوع المود. اريدكم دائما ترجعون على هاي المحاضرة، دائما ترجعون على هاي المحاضرة وتقروها، يعني ملاحظاتها مهمة. يسجل او لا. نعم. عندي موديولار الاعداد الكبيره، مثلا اجاكم فد عدد كبير، شلون اطلع المود مالته؟ يعني عدد للاس كبير، مثلا 33 للاس 7 مود 26، هذا شلون اتعامل وياه؟ راح اعلمكم طريقه انه هذا الاس اجزئه الى مضاعفات الاثنين واشتغله بحيث يطلع عندي عدد كلش قليل ما تتصوروا، يعني هذا يجوز الناتج مالته 4 المود مالته، المود وليس حاصل القسمه، يعني المود اللي هو الباقي. زين؟ فاعلمكم طريقه انه تقسمون الاس الى مضاعفات الاثنين وتشتغلون. شو راح يصير عندي؟ زين. عندي مثال بالمنزلة، طبعا هاي المحاضرة ما موجودة عندكم. هاي المحاضرة يعني ضايفيها على المنهج. فإذا قدرت أنزل لكم إياها وهي أصلا ملاحظات أولى راح أكتبها. الموديولر للأعداد الكبيرة، مثلا فايند، عندي مثال 31 الأس 7 مود 33. أريدكم هذا الموضوع تقروه وتطبقوه بالحاسبه يمكم، هذا خاصه الموديولر للاعداد الكبيره، على مود اعلمكم شلون تطلعون المود بالحاسبه، علمتكم خطوات كلها بالبيت تطبقوها هاي الخطوات على هذا السؤال. ضع
ضروري تقروه واي سؤال عندكم سألوني. زين عندي هذا المثال، يجي الطالب يقول ست اني مباشرة افك الواحد وثلاثين للأس سبعة يطلع لي فد عدد في عشرة أس فد شي مثلا سالب ثلاثة مود ثلاثة وثلاثين واحل مباشرة بدون ما اجزئ. راح اقول له يا طالب هاي الطريقة ما تصير انه واحد يشتغل مباشرة. ليش؟ لان عندي هذا عائق، ما اقدر اشتغل، ما اقدر اشوف المود. شلون اقسم عدد مثلا 6.6654 في 10 اس سالب 3؟ شلون اقسم على 33؟ صعوبة وهذا عندي عائق. اذا شلون اشتغل؟ راح اعلمكم طريقة انه احل هذا المقدار بحيث يطلع عندي شيء بسيط جدا. يعني هذا الناتج مالته كله هو 4. من يتخيل هذا العدد الكبير كله يطلع 4 المود مالتهم؟ بهاي الطريقة راح اعلمكم اياها. هي الطريقة العدد اس العدد، العفو اس العدد يجزأ الى مضاعفات الاثنين اللي هي الواحد الاثنين الاربعة الثمانية الستاعش الاثنين وثلاثين الاربعة وستين. تجون تاخذون الاس مال السؤال اللي هو سبعة، تاخذون اسس اقل من السبعة مو اعلى من عندهم. منو اقل من السبعة؟ هذول كلهم. شنو اللي يكون الاس السابع؟ اربعة زائد اثنين زائد واحد، لان عنده ضرب تجمع الاسس. فشو راح اجزئ؟ اقول الواحد وثلاثين للاس اربعة، واحد وثلاثين للاس اثنين، واحد وثلاثين للأس واحد. اجمعوني عند الضرب تجمع الأسس، اجمعوني أربعة واثنين ستة واحد سبعة، رجع الأس الأصلي بالسؤال. زين شو راح اجي احد؟ طبعا هذول كلهم بالنهاية مود السؤال مالتي اللي هو ثلاثة وثلاثين، ما انسى هذا. هذا المود ثابت في كل السؤال. اللي اقدر اتلاعب به هو اللي قبل المود. في كل شيء، في كل شيء اتلاعب قبل المود، المود مال السؤال يظل ثابت بدون تغيير. زين لو اجيت على الحد الاول اريد احله، اجي بالحاسبه الالكترونيه افك 31 للاس 4. طبعا كل حد من الحدود، كل حد من الحدود هو مود يمه صفر مود، احنا مو جزئنا 31 للاس 4، احنا مو جزئنا، نجي 31 للاس 4 مود 33 على مود اقدر احل. يعني ايش دا اسوي؟ دا احل كل جزء على حده وبعدين النواتج اضربهم واخذهم مود 33. يعني هاي الخطوه الاخيره. زين هذا ايش قد يطلع الناتج مالته؟ 31 اس 4 مود 33، ايش قد يطلع الناتج مالته؟ تفكون بالحاسبه 31 اس 4 مود، العفو 31 اس 4 تفكوه يطلع فد عدد كبير، قسموه على 33، اطرحون من العدد الصحيح، ترجعون تضربون في 33 اللي هي الطريقه مال الحاسبه اللي كتبت لكم اياها قبل شويه. لو فكينا بالحاسبة 31 أس 4 يطلع 923521 يطلع بالحاسبة 31 أس 4 تقسيم 33 يطلع، هاي كلها بالحاسبة تتأكدون منها طلاب، مو تعرفوا الموضوع ما يصير. زين طلع هذا الناتج اللي هو قسمت هذا العدد على 33 طلع هذا الناتج. شو اسوي بالحاسبه؟ ارجع اطرح من العدد الصحيح. من هو العدد الصحيح عندي؟ هذا اللي هو 27985.
ارجع اطرح من 27,985. زين ايش يصفى عندي؟ يصفى عندي صفر، لان هذا يصفر الحد، يبقى عندي بس العدد العشري اللي هو 0.4885. ارجع اضرب في مود السؤال اللي هو الثالث اللي هو ما يتغير، فين يطلع عندي الناتج كله 16. خلوها ببالكم، اول ناتج طلع 16. زين اجي اتعامل ويا الحد الثاني اللي هو اللي جزئته اللي هو 31.6، ارجع اخذ لمود 33. طبعا كل حد راح نحوطه بلون على مود نعرف انه هذا جوابه وناخذه فيما بعد. زين 31.6 فكوها بالحاسبة تطلع 961 تقسيم 33، ايش قد يطلع بالحاسبة؟ يطلع 29.21. زين شلون اتعامل بيه بالحاسبة؟ قلت لكم تنقصون من العدد الصحيح اللي هو 29 وتضربون في المود مال السؤال اللي هو 33. ايش قد يطلع الناتج؟ يطلع الناتج كله 4. ارجع احاوطه بلون مختلف على مود اخذه فيما بعد. زين 31.1 هي 31، العفو هي 31 مود 33. اذا عدد منا اصغر من بعد المود ينزل نفسه. اذا عندي 3 نواتج طلعت 16, 4, 31، ارجع اضربهم ثلاثتهم 16 × 4 × 33، الكل مود 33. ايش قد يطلع عندي؟ يطلع عندي 1984 مود 33. 1984 تقسيم 33 ايش قد يطلع؟ 60. بالحاسبة شلون اتعامل بيه؟ قلت لكم اطرح من العدد الصحيح، يطلع لي صفر هذا يصفر 1 2 1 2 1 2 1 2، ارجع اضرب في 33 ايش قد يطلع عندي العدد؟ 4. هذا الجواب النهائي. زين طلاب عرفتوا شلون تعاملت وياه؟ تعاملت ويا العدد كأنه أجزاء، حليت كل جزء على واحدة ورجعت كلهم ضربت النواتج مالتهم اللي هي 16 × 4 × 31، العفو 31 هنا أعتذر. زين طلاب رجعت ضربتهم كلهم، أخذت المود الأصلي هاي الخطوة الأخيرة اللي كتبت لكم عليها هناك، ورجعت سويت الخطوات بالحاسبة. شغلنا كله بالحاسبة طلاب، ما اريد طالب يجي بدون حاسبة بحيث يقسم لي 1984 × 33 يظل هواية يقسم بيها، لا، حاسبة كيكوليتر ذكية تقسم وتضرب بصورة سريعة على مود تحصلوا للناتج بصورة سريعة وما تتأخرون بالامتحان. راح اعيد اعادة سريعة للعدد، هذا الموضوع ذو أس كبير، هاي طبعا موضوع يجيكم بنهاية السنة اسمه تيفي هالمان يشتغل أسس كبيرة، فمن نجي للموضوع أقول لكم ترى شرحت لكم العدد ذو الأس الكبير فتتذكروا، يعني مو نهاية السنة بعد انفرمت. زين إيش عندنا؟ عندنا 31.7 مود 33، هذا سؤالي، هذا المود ثابت في كل السؤال. الطريقة إنه هذا الأس اللي هو قبل المود يجزأ إلى مضاعفات الاثنين اللي هي 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. راح أجي أنزل كل جزء اللي هي 7 منين جاية؟ جاية من 4، طبعاً آخذ أعداد أقل من 7، من هي الأقل من 7؟ 4 و2 و1، ومو شرط يكون 4 و2 و1، حسب اللي يكون 7، يا أعداد تكون 7
عند الضرب تجمع الأسس 4 + 2 = 6 = 7. إذن شنو الأسس اللي معتمدة؟ 4 و2 و1. زين، نجي نجزئ، نحل كتجزئة، نحل كل واحد على حدة، يعني هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. حليت الأول كله بالحاسبة، طلعته هذا كله بالحاسبة، أنا ما طلعته بيدي. هذا أول واحد طلع عندي ناتج 16، وعلمتكم شلون تطلعون بالحاسبة. أول خطوة تقسمون العددين طبيعي، تفكون الأس، تقسمون العددين طبيعي، يطلع ناتج، تطرحون من العدد الصحيح وترجع أنت مو طرحت من العدد الصحيح، يطلع ناتج تضرب بالمود مال السؤال، يطلع عندك فتشي. ثاني واحد تحله بنفس الطريقة، ثالث واحد ينحل بنفس الطريقة. تجي تاخذ النواتج النهائية تضربها وتاخذ مود 33، حاصل ضربهم ذولا هو هذا 1984، تقسمه على 33 يطلع عندك نفس الطريقة بالحاسبة، يطلع عندك الجواب النهائي 4. شوفوا احنا مين بدينا؟ بدينا من هذا العدد الكبير، وبهاي الطريقة سهلناه إلى عدد بسيط جدا. فهاي الطريقة ديرون بالكم عليها، مثلا بالامتحان أجيب لك عدد ذو أس كبير أقول لك حلي إياه، فأنت تدير بالك على هذا الموضوع لأن يجيك على شكل فراغات أو صح وخطأ. زين، أحل لكم المثال الثاني وأعطيكم هومورك. المثال الثاني هو ثلاث
13 في 8 مود 51 اللي هو مال السؤال مالتي. زين 8 في 13 في 1 يطلع 104 تقسيم 51 يطلع 2.03921568. هذا بالحاسبة طلع. ارجع اطرح من العدد الصحيح اللي هو 2 يطلع عندي 0.039. ارجع اضرب بال51 يطلع عندي قد الجواب النهائي 2. هذا الجواب النهائي. زين حط لكم هومورك اللي هو حتتبنى هومورك 1 88 للأس 7 مود 187. هوم وورك الثاني 11 للأس 23 مود 187. هذا تحلوه واسوي لكم فورم بالكلاس وتنزلوه اياه. واضح طلاب؟ سويت نفس الطريقة، جزأت الأس، اشتغلت كل أس على حدة، ضربتهم واخذت المود، طلع الجواب النهائي. أحدد
ال A يساوي 10، ال B يساوي 15. حددتهم راح اجي اطبق القانون، جيبوا لي القانون B فارز A مود B. فاقول لك جي سي دي، هشتغل هنا هنا هشتغل لكم. هقول له جي سي دي يساوي ال A وال B. من هي ال A وال B عندي؟ 10 ب 15 يساوي جي سي دي. العدد الثاني من هو؟ هذا ال A وهذا ال B. العدد الثاني من هو؟ اللي هو ال 15 حسب القانون. فارزه 10 مود 15. تجون تحلون جي سي دي، نزلوها الكلمة مال جي سي دي، 15 تنزل، 10 مود 15 ينزل هذا العدد الصغير اللي علمتكم على الملاحظة. إذا قبل المود أصغر من بعد المود ينزل العدد الصغير نفسه. زين، صار عندي جي سي دي، أرجع جي سي دي أطلع مود ذولا، المود صفر يلا أتوقف، هسه بعد ما مصفر هذا الجزء فأستمر. زين، جي سي دي ل 15 10 اللي هو هذا نفسه. انزل جي سي دي، اعتبر هذا A وهذا B. ال A ايش قد عندي؟ العفو، حسب القانون هو B، ايش قد عندي؟ ال B 10 و 15 مود 10. زين، انزل هذا اللي ما احل، ال 10 تنزل، احل هذا 15 مود 10 ايش قد؟ واحد، واحد في عشرة عشرة يزود خمسة، باقي القسمة بين ال 15 والعشرة هي خمسة. زين، حليت هذا، أرجع لأن ما صفر أستمر. جي سي دي، أنزل العدد الثاني اللي هو هذا الخمسة، عشرة مود خمسة. جي سي دي، خمسة تنزل، عشرة مود خمسة، اثنين في خمسة عشرة معناها صفر، ماكو مود بين العشرة والخمسة. زين، ما طول صفر، إذا الجي سي دي للسؤال مالتي اللي هو 10 و 15 يساوي خمسة. العامل المشترك الأكبر بين العددين العشرة وال 15 هي الخمسة، اشتغلتها بقانون هذا القانون. شو وقت اتوقف عن الحل؟ الماء يصفر. زين؟ اعيد اعادة سريعة. عندي جي سي دي بين العشرة وال 15، شلون القاه؟ القاه حسب هذا القانون. اقول الـ A مقدارها 10 والـ B مقدارها 15. اجي اشتغل على القانون مباشرة، شو يقول القانون؟ العدد الثاني فارز العدد الاول مود الثاني. راح اجي اشتغل، ال A هو 10، ال B 15. اجي اشتغل، اقول العدد الثاني ينزل اللي هو ال 15، 10 مود 15 ايش قد؟ اجي اقول باقي القسمة بين ال 10 وال 15 هي 10، ينزل العدد هذا جي سي دي 15 10. اجي اشتغله، ليش؟ لان هذا ما صفر بعده، فاستمر بالحل. جي سي دي 10 و 15، اجي حسب القانون يقول نزل العدد الثاني بالبدايه، وين العدد الثاني؟ هذا 10. 15 مود 10 ايش قد؟ 5. جي سي دي 10 و 5 ما صفر عندي، اذا استمر بالحل. جي سي دي 10 و 5 انزل العدد الثاني واقول الاول مود الثاني. 10 مود 5 هي في 5 10، اذا الباقي القسمة بين ال 10 وال 5 هو صفر، ما يبقى. ما طول صفر الحل، اذا اتوقف. شنو الجواب؟ جي سي دي بين ال 10 وال 15 هي 5. عندي مثال اخر عن الجي سي دي. فايند جي سي دي لل 93 و 36. زين، شنو القانون مالتي؟ يقول الجي سي دي لل 93 و 36 يساوي
جي سي دي. العدد الثاني اللي هو 63 ينزل. العدد الأول اللي هو 93 مود العدد الثاني اللي هو 36 عفوا. زين؟ فأطلع بالحاسبة 93 مود 36، طبعاً الجي سي دي ينزل، ال 36 تنزل. زين؟ وأطلع بالحاسبة 93 مود 36 هي 21. أستمر بالحين، هذا الجزء ما صفر بعده، فأقول له جي سي دي لل 36 و 21 يساوي جي سي دي العدد الثاني اللي هو 21 36 مود 21. أجي جي سي دي ينزل، العدد هذا ينزل، أجي أسوي بالحاسبة 36 مود 21 يطلع 15. أستمر بالحل، أقول له جي سي دي 21 و 15 يساوي جي سي دي العدد الثاني ينزل اللي هو 15، 21 مود 15. جيد يطلع، أنزل هذا الجي سي دي، أنزل هذا العدد 15، 21 مود 15 يطلع 6. أستمر بالحل، أقول له جي سي دي 15 و 6، جي سي دي العدد الثاني اللي هو 6 15 مود 6. أجي أستمر جي سي دي 15 مود 6 هي 3. أجي أسوي جي سي دي بين 6 و3، العدد الثاني ينزل اللي هي 3، 3 فارزة 6 مود 3. 6 مود 3 هو صفر، صفر عندي معطوه صفر عندي. إذا الجواب جي سي دي بين 93 وال 36 هي 3، هذا الجواب النهائي. زين طلاب، نفس الخطوات تنعاد، نفس الخطوات تنعاد عندكم. واضح ان شاء الله عندكم، راح امسح منه وبقيكم الجهه الثانيه. هذا الموضوع ايضا يجيكم فراغات، احتمال يجيكم اختيارات يقولكم حلوا الجي سي دي، فهو قانون ثابت يتطبق، دير بالكم عليه. يجيكم مسائل بالمود السالب، يجيكم مسائل بالمود الأس الكبير، فهاي المحاضرة الرابعة جدا مهمة طلاب. زين اطبق القانون اللي هو LCM الدولة يساوي
مطلق حاصل ضربهم دول اللي هي 8 4864 في 3 4 5 8 هذا مطلق. اجي اقسمه على الجي سي دي بيناتهم، اروح على جهة اطلع الجي سي دي بين هذول العددين وانزل الناتج بعد القسمة، بعد قسمة القانون هاي. زين، فاجي ايش قد الناتج مال القسمة يطلع، العفو مال الجي سي دي يطلع 8 و3، فاجي اضرب هذول واخذ المطلق مالتهم يعني بدون سالب وقسمه على 38، يطلع ال LCM يساوي 442,624. هذا الناتج النهائي اللي هو ال LCM. ملاحظة صغيرونة، الأعداد الأولية كلكم تعرفوها، لازم تعرفوها، اللي هي تقبل القسمة على نفسها وعلى الواحد، مثل 2 ل 3 ل 7 ل 11 ل 13 ل 17 ل 19، هذني كلهن يقبلن القسمة على الواحد وعلى نفسها، هاي تخلوها ببالكم الأعداد الأولية. زين، هسه الـ LCM واضح بقانون ثابت إنه العددين، هذا العدد الأول والبي هو العدد الثاني، تضربوه تاخذوا المطلق تقسمون على الجي سي دي، عدد الاول وعدد الثاني. بالبدايه تطلعون الجي سي دي على جهه، تجون تطبقون القانون بصوره طبيعيه، تضربون الاعداد تاخذون المطلق تقسمون على الجي سي دي مالتهم، ويطلع ال LCM اللي هو المضاعف المشترك الاصغر بين العددين. هاي الملاحظات والشغلات الرياضية ما موجودة بالملزمة، فمن تتابع الفيديو راح تعرف على كل المصطلحات الرياضية اللي راح نستخدمها إلى نهاية السنة. زين، ندخل بعد طرق التشفير. عندنا طرق تشفير قديمة وعندنا حديثة. يعني القديمة اللي أول ما بدأوا بالتشفير بيش بدأوا، والحديثة اللي هي الطرق اللي يستخدموها هسه. فإحنا كل ما نتطور بالطرق التشفير راح يشوفون طرق جديدة، يعني يطول المفتاح وقوة التشفير تكون عالية، لأن اتفقنا كل ما زاد طول المفتاح كل ما كانت التشفير عالي. فشريك منكم تلاحظون تطور طرق التشفير، يعني أول طريقة اكتشفوها إلى آخر طريقة ندرسها بنهاية السنة. فمن نهاية السنة إن شاء الله ناخذ عمليات رياضية وطرق تشفير، يعني بعد ما عندنا كلامي تقريبا كم تعريف يبقى لكم، وهاي يعني الكلام يكون بس بالبداية اللي أخذناه. يعني اول 3 محاضرات كانت كلامي، وبعدين هسه راح نيجي على المسائل وطرق التشفير. عندنا في المخطط لازم ندير بالنا عليه، هذا المخطط ما موجود بالملزمه، اكتبوه يمكم. عندنا الطريق طرق التشفير الكلاسيكيه او القديمه، تقسم إلى 3 أقسام، يعني التشفير الكلاسيك، الكلاسيك نقدر نسميه كلاسيكال سايبر سيستم، كلاسيكال سايبر سيستم، يقسم إلى 3 أقسام رئيسية. أول قسم هو البلوي، أول قسم هو مونو، ألفا، بيتا، وبلوي، ألفا، بيتا، والترانس بوزيشن، الترانس
بوزيشن. يعني من راح نتقدم بالطرق التشفير راح اقول لكم مثلا احنا بدنا نشرح بالمونو او بالبلاي او بالترانس بوزيشن. زين، المونو بقسمين رئيسيه اللي هو طريقه السيزر سايبر. هذا ما اريد منكم حفظ، بس تخلوه ببالكم من اقول لكم مونو يعني سيزر وبلاي فير. هذول نظريات مال التشفير، كل ما نتقدم بالماده راح اقول لكم عليها وافهمكم على كل وحده. زين، فاهم شيء تفهمون انه السيزر سايبر والبلاي فير تابع لمن؟ المونو الفابتك. زين، البلاي الفابتك يقسم الى قسمين، فيجينير وافاين سايبر. افاين سايبر ايضا نتعرف عليها فيما بعد. شنو فيجينير وشنو افاين نتعرف عليها فيما بعد. الترانسبوزيشن ايضا باقسام، الترانسبوزيشن باقسام اللي هي الريل فينس، الريل فينس وسمبل كولومنال. هذني ايضا نتعرف عليها فيما بعد. هذا المخطط مهم، اريدكم تفهموه. من اقول لكم شنو مونو بها قسمين اللي هي السيزر والبلايفير، والبلوي ايضا قسمين، والترانسبوزيشن ايضا قسمين. زين، باسمين هذا مونو الفابتيك او سمبل سبستيوشن. إذن يا أما اسم نقول له مونو الفابتيك أو نقول له سمبل سبستيوشنز. هاي أسماء النظرية. من أقول لكم عددوا لي سمبل سبستيوشنز تقولوا لي عندنا طريقتين للتشفير، يا أما سيزر اللي هو ابتكرها العالم سيزر، أو في الطريقة اسمها بلايفير. بالأيام الجاية اليوم راح ناخذ سيزر، المحاضرة الجاية ناخذ البلايفير، وراها نتعرف على الفيجينير والافاين وغيرها. اكو كومو نظريات للتشفير القديم، بس المهم تعرفون كاجزاء رئيسيه شنو كل واحد على شنو يحكي. زين، هذا المخطط كتبوه يمكم بالملاحظات وحفظوه ببالكم. اول طريقه ابتكروها العلماء هي المسج ريفيرسال، المسج ريفير سم. شنو معناها؟ معناها عاكس للمسج. من يجيك مسج هلو شو يسوي؟ يعكس الاحرف فقط. هاي من ابسط طرق التشفير وهي تكون غير ناجحه، لانه تكتشف خب ادز المسج بدون تشفير احسن من ما اقلب الحروف فقط، لان اذا اقلبها ما يفيدني هذه الطريقه. مثلا هلو يجي شو يسوي؟ يقلب الاحرف، يدزها بالطريق، يقدر الهاكر يقلب الاحرف يعرف شنو المسج. فهاي الطريقه جدا يعني غير ناجحه. زين، الطريقه الثانيه سيزر سايبر. محاضرات الجايه ان شاء الله راح اشرح لكم السيزر والبلايفير، يعني هاي محاضرتي الجايه اللي هي المحاضره رقم 5. زين طلاب، اشرح لكم السيزر والبلايفير ان شاء الله. اليوم اكتفينا، شرحنا عن المسائل وشرحت لكم عن هذا المخطط. وبكل محاضره راح اخذ لكم جزء، هذا الجزء وهذا الجزء ناخذه بالمحاضره الجايه ان شاء الله. شكرا لحسن الاستماع، واي سؤال عندكم كتبوا لي اياه بتعليقات الكلاس روم، ان شاء الله انا متابعه لكل اسئلتكم. بالتوفيق ان شاء الله.